تلوح في أفق الحياة السياسية لإقليم كردستان بعد إعلان ما نسبته 85% من نتائج الانتخابات البرلمانية في الإقليم والتي أعلن عنها من قبل مفوضية كردستان نهاية الأسبوع الماضي. تقدم ونرحب بفارق بجميع أصوات كبير شركائنا للحزب من الديمقراطي الأحزاب الكردستاني والإعلاميين بزعامة مسعود ومنظمات البرزاني المجتمع على المدني باقي الأحزاب الكردية بحسب والمصوتين، نتائج وأيضا المفوضية، نشكر جميع جعلت قادة الأطراف الأخرى المفوضية تقف في موقف العمل الرافض باستمرار لتلك لإنجاح النتائج هذه متهمة حزب العملية البرزاني بالتلاعب بها، فيما بالأصوات لم يخلو أولا خطابها من نبرة للقواعد التهديد العامة. باتخاذ خيارات أخرى الاتحاد إذا الوطني لم يتم إعادة النظر 289 بعدد الأصوات المحتسبة في الاقتراع. 500 الطعن بالنتائج من ضمنها التصويت الخاص هو الخيار الأول للأحزاب الكردية الخاسرة، فضلا عن رفضها وعدم الاعتراف بها، خاصة في محافظتي أربيل ودهوك التي حاطتها الكثير من شبهات التلاعب وخروقات رافقت عملية الاقتراع. ويبدو أن الصراع والمنافسة السياسية بين البارتي واليكتي بشأن منصب رئيس الجمهورية والذي ذهب لمرشح الاتحاد الوطني برهم صالح امتدت انعكاساته إلى الانتخابات البرلمانية في كردستان، مع عمق الخلاف بين أطراف الصراع، كون من يحصد الأصوات الأكثر بفارق مريح عن باقي المنافسين سيحتكر رئاستي الإقليم والبرلمان في كردستان في إطار الاستحقاق الانتخابي ويذهب بالجمل بما حمل، إذ يسيطر على مراكز القرار فيما يكتفي الآخرون بالمعارضة. ووفقا للنتائج الأولية فقد يحصل الديمقراطي الكردستاني على نحو 600,000 صوت يعطيه أكثر من 40 مقعدا داخل برلمان الإقليم، في حين تبعه الاتحاد الوطني الكردستاني بنحو 300,000 صوت يمنحه 22 مقعدا، تليه حركة التغيير ب12 مقعدا، وحراك الجيل الجديد ب9 مقاعد نظرا لعدد الأصوات المستحصلة. أكدت النائبة عن الحزب الديمقراطي